بسم الله، هنبدأ تحدي فايل فاون الكاتيجوري ديجيتال فورنسيك الليفل ايزي. داونلود التشالنج. نشوف نوع الفايل، هو كومبايلد جافا. هنجيب السترينجز للفايل، ده زي الفلاك بس معمول له انكريبشن بالكايسر سايب. هو مستخدمين الكايسر سايبر هنا نون ذا شيفت. لو انت عارف الكي، لو ما تعرفش الكي هنعمل تيست اول بيسبل شيفت اللي هما 26 احتمال اللي هما يطلعوا. طلع لنا الكي 13 اللي طلع لنا الفلاج فرنسيك 101. هنستخدم سكريبت باش نعمل فور هاي ان الرينج اللي هو ندول 26. دويكو هنتبع مثلا كايسر، نغير ار نستخدم ايكو نعمل سترينجز عشان نجيب الفلاج. فايل فاون ساعد جريب داش او اي وديله الريجكس اللي هو هيطلعه دوت اول. استخدم ده داش ان عشان يبقى في نفس السطر. وكده جاب ال 26 احتمال بس ما عملش كايسر سايبر لسه. كايسر ده المتغير اللي هو يبقى هيجيب الاول السترينج، هيطلع الفلاج اي واحد منهم هيدخله على كايسر سايبر، والكي اللي هو 1 2 لحد 26. عامل الكايسر سايفر للفلاجات كلها، وجينا هنا في الكايسر 13 اللي هو كي 13 اللي انا المفروض معمول له انكريبت بروت 13، وده الفلاج فرنسيك 1 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.